خليني أروح تاني إلى يعني صوت جميل وأيضا صوت نسائي، الرباعة الرياضية فاطمة عمر. مساء الخير يا فاطمة. مساء الخير يا جميلة الجميلات. أنت اللي جميلة يا فاطمة. قولي لي بقى يا فاطمة، 2018 كان عام ذوي الهمم أو عام القادرون باختلاف، وبعدين توالت الحقيقة احتفالات كثيرة جدا مختلفة ومتنوعة وانتباه في الدولة وتغير في مؤسسات، كل اللي حصل ده قد إيه فرق معاكي أنت شخصيا؟ طبعا أنا في البداية بهني فخامة الرئيس بحصوله على الجائزة النهاردة، وده طبعا شرف كبير لمصر ولينا كذوي احتياجات خاصة وذوي الهمم. طبعا بشكره على كل الاجتهادات اللي حصلت في 2018 لحد النهاردة، وطبعا كان في طفرة كبيرة جدا في الاهتمام بذوي الإعاقة في مصر، وعلى رأسهم طبعا قانون الإعاقة اللي اتفعل بالفعل في 2018. وطبعا بشكر كل القائمين على تفعيل القانون، وأرجو برضو الاهتمام إن احنا نفعله بكل حيثياته، عشان كل يعني المهتمين بذوي الإعاقة إن هم إن شاء الله بإذن الله كل معاق في مصر ياخد حقه. وطبعا دي حاجة جميلة جدا، إن احنا زمان كنا أكيد كلنا كنا بنشعر بالتجاهل، لكن النهاردة لا خلاص ما فيش حاجة اسمها تجاهل، احنا تسوينا بالأصحاء رياضيا أكيد. وفي كل حاجة الحمد لله، وده الحمد كنا لله. بنطالب بيه من زمان جدا ان احنا نكون الحمد لله يا رياضيين فاطمة. مصريين. عارفة على الشاشة دلوقتي، أكيد يا فاطمة، أنا على الشاشة دلوقتي شايفة صورة جميلة ليكي مع سيادة الرئيس، ورئيس يبدو يعني كان بيتكلم معاكي في حاجة في الصورة دي، كان إيه الحديث يا مصر فاطمة؟ كلها بعد الصورة دي كانت سألتك تعرف أنا بقول إيه لسيادة إيه اللي الرئيس. حصل؟ بتقولي إيه يا فاطمة؟ والله أنا يعني حقيقي كنت بطلب منه إن أنا يعني يتعمل حاجة باسمي تفضل مخلدة طول الحياة، وهو وعدني كده، وأنا طبعاً يعني بكرر تاني الطلب على سيادته. أنت كرياضية يعني تفضل. كرياضية، وطبعا هو وعدني انه يحصل حاجة زي كده، وانا بشكره. أكيد. بشكره طبعا ان هو مهتم جدا بذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا الاعاقات الذهنية. طبعا هي فئة جميلة جدا، ويعني التعامل معاها بيكون في سعادة غير يعني فوق الوصف بصراحة. طب يعني احكي لي يا فاطمة حاجة كده أخيرة، قد إيه ده بكمان يعني بيروح على أسرتك وعلى الأهل، وقد إيه بقى بيبقوا سعداء إن هم كمان باذلين مجهود كبير جدا معاكي، وقد إيه أنتوا كأسرة بتحسوا لا المجهود يعني في من يقدر هذا المجهود لما الدولة كلها تقدره وعلى رأس الدولة سيادة الرئيس، أكيد ده فارق في البيت. طبعا أكيد كل حد الحمد لله ناجح وراه أسرة بتدعمه، فانا الحمد لله ربنا انعم عليا باسره يعني كانت سبب في نجاحي لغايه دلوقتي، مستمره في نجاحي لغايه دلوقتي. انا بقالي 29 سنه بلعب رفع اثقال، الحمد لله حصلت على افضل رياضيه في العالم وصاحبه افضل انجاز رياضي في العالم، 6 ميداليات بارالمبيه على التوالي، 4 ذهب و2 فضه، الحمد ما لله شاء الله مستمره لغايه دلوقتي. ما شاء الله طبعا عليك. بشكر كل عيلتي ورأسهم والدتي وزوجي واولادي واخواتي، كل دول احنا كانوا كمان داعمين ليا في بنشكرهم، الرياضه. احنا كمان بنشكرهم باسمك، وبنشكر كل يعني الحقيقه اولياء الامور لكل شباب رياضيين وشبابنا واهلنا واولادنا وابنائنا من يعني ذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه قد ايه بيدعموكوا. بشكرك جدا يا فاطمه، واتمنى لك انه يبقى في حاجه باسمك لانك تستحقي بالفعل. بشكرك جدا يا فاطمه، وبشكر كل من دخل معانا من يعني رياضيين واللي بيقدموا هذا المجهود الكبير، والحقيقه بيحققوا لنا أوسمة وحاجة لطيفة جدا.